مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من امام مركب محمد خامس. اليوم ديربي تاريخي، ولاول مرة الوينرز غادي تقاطع ديربي، ما غاديش تدخل تفرج. شنو التوقعات ديالكم لهذه المباراة اللي غادي تسمع ما بين الوداد والرجاء هنا بمركب محمد خامس؟ أسامة كيقولنا 3-0 لصالح الوداد، أسامة كيقولنا ترتار مصدق ما يخلص لا ظلامة. كيف ماشوا معانا الوينرز؟ صدرات البارح بلاغ كتقول بأن غادي تقاطع المباراة ديال اليوم، كيقول لك ما يمكنش وغير معقول المتجرة بشغف الأوفياء ومحاولة استغلالهم طمعا في ملء الخزائن والجيوب. 100 درهم للمدرجات المكشوفة و200 درهم للمنصة الجانبية، هادشي اللي ما تقبلوهش الوينرز وما تقبلوهش الجماهير الودادية كافة. ما غلباتهمش 100 ولا ما غلباتهمش 200، ولكن كيشوفوا بأن غادي يتم الاستغلال ديالهم باش الطرف الآخر يملأ الجيب ديالو والخزينة، باش تشوف تذاكر 100-200 درهم. أنا متأكد بأن الجمهور ديال الوداد والوينرز كافة راه ما غلباتهمش 100 ولا 200، وما غتغلبهمش 100 ولا 200. فهما ما بيهمش 100 ولا بيهم 200، بيهم ان هادوك الفلوس غادي يديهم الطرف الاخر ويستغل شغف الجماهير الودادية. قول لهم التيكي حتى ب 400 درهم وانا متاكد وعارف شنو كنقول، ويشريوها ب 400 درهم ويدخلوا يتفرجوا في الوداد ويساندوا ويشجعوا الوداد. فالوينرز كيقولوا بان غادي يقاطعوا مهزلة اليوم، وكيقولوا لكاع الوداديين باش يديروا بحالهم باش حتى هما ما يجيوش يتفرجوا في الماتش وما يدخلوش. فالسؤال ديال اليوم هو واش كتشوفوا بان هادشي اللي دار معقول او لا، وشنا هي التوقعات ديالكم لهاد المباراة الديربي اللي كيتسناو المغاربة كاملين؟ نتوما راه كتعرفوا الديربي كيفاش كيدوز في مدينة الدار البيضاء، كنشوفوا تيفوات زوينين، كنشوفوا جمهور رائع، ولكن للاسف اليوم غنشوفوا فقط غير الجمهور ديال الرجاء. غادي تكون واحد المنافسه كبيره ما بين الجماهير لان غيكون داخلين غير الجمهور ديال الرجاء. الوداد مقاطعين الماتش، كل توفيق للفريقين والفوز للافضل. ناصيب كنا مرحبا بك العشية عندك ما تبانش حدا التيران. انا خويا غتلقاني في التيران وغتلقاني خدام في التيران هنايا،
حمزه الطيران كي قلنا مع الماتش. الماتش اخويا مع 10 هنا بدونور. الاستعدادات الامنيه راه بداو من دابا، راه بداو كيوضعوا هاد الحواجز الحديديه. ريتما يلتحقوا باقي العناصر الامنيه. فكل توفيق للفريقين، الفوز للافضل. نتمنوا لهم التوفيق، يلعب مزيان غادي يربح. ما لعبتيش مزيان راك ما غاديش تربح، وعدالة واضحة والجواب ديالها واضح. فكونوا في الموعد ان شاء الله مع 10 هنا بدونور. مباراة اللي قوية بزاف، الله يوفقهم. وغنوصلوا على نهاية البث المباشر، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله. تبقوا على خير.